بصي يا مورا، احنا قبل ما نطلع فاصل عرفنا ايه هي الالوان وشفنا الدرسات الجميله اللي انت كنت جايباها وحاجات فعلا تحفه، والقماشه بتاعتها حاسين انها طريه كده ومريحه. خلينا نتكلم بقى عن جزء مهم جدا وعن ستات كتير بتنزل الشغل، وزي ما انت عارفه ان الشغل دايما بيبقى محتاج لبس فورمال، بيبقى محتاج لبس يعني ابقى نازله الصبح لابسه فورمال بس مش عايزه ابقى متضايقه وانا نازله، خصوصا في الصيف ان انا ببقى لابسه لبس فورمال وحاسه ان انا متكتفه حرانه مخنوقه. قولي لي بقى ايه الجديد عندك في الفورمال بقى؟ تمام، هو الفورمال احنا ببساطه كلها بنطلون فورمال وبليزر بكل بساطه. طبعا الشميزات احنا شغالين فيها طول السنه صيف وشتاء، الشميزات اللي هي الساده اللي هي بنعملها اطوال، يعني حاجات على القمر، حاجات اطول شويه عشان بنراعي برضو كل الستايلات. يعني ممكن ناس مش بتحب تلبس حاجه قصيره شويه، بس احنا شغالين بليزرات وبناطيل فورمال طول السنه. يعني فورمال يعني بليزر وبنطلون بس؟ مش شرط، يعني بس احيانا بنسمع مصطلح سيمي فورمال، فده ايه اللي يفرق او سيمي بين كاجوال او سيمي ايه الفرق بين فورمال وسيمي فورمال؟ احنا النهارده عندنا تو لوكس للفورمال، في واحد منه على بنطلون جينز والبليزر من فوق لونه اخضر، يعني لونه فاتح حلو قوي. وعندنا اللي هو الحاجه اللي احنا بنشوفها دايما اللي هو بنطلون اسود وجاكيت اسود. تمام، بس البنطلون الاسود احنا مش عاملينه اي بنطلون، احنا عاملينه برضو فكره. طب احنا كنا جه عندنا فتره كان الموضه كلها البليزرات اللي هي القصيره اللي على قد يعني تلاقيه تحت الحزام على طول. تمام، لكن دلوقتي بقى كل اللي طالع موضه اللي هو الواسع شويه والطويل، فانت قولي لنا احنا بجد يعني هو فعلا ده الخط الجديد اللي بقى في الموضه دلوقتي بتاعت البليزرات صح؟ انا برضو مش بعرف احجم الناس قوي، انا لازم اجيب لهم دوده. بس انا النهارده مثلا جايبه ايه اكتر حاجه مميزه دلوقتي؟ هو طويل شويه، يعني هو ده اللي انا النهارده حتى ملبسه للبنات. وانا حاسه الستايل دلوقتي رجوع للحشمه، يعني الفساتين الفضفاضه الواسعه، البليزر الطويل شويه، ف ده اللاين اللي انا ماشيه بيه، ونفسي قوي الناس كلها تلبس كده، يعني حتى يعني نفسي الناس كلها تلبس لنفسها فيه بس يكون حلو وشيك ومحترم. حتى البنطلون الكلاسيك بتاع زمان رجع تاني بالزبط. شكل البدله البليزر نفس لون البنطلون برده رجع تاني بالزبط. فعارفه دي كانت موضه ايه يا مورا؟ هي قديمه شويه، بس عايزه اقول لك ان اي قديم دلوقتي بقى بيرجع تاني. طب خلينا نعرف مع المودلز الجميلات اللي معانا النهارده لبس فورمال. اتفضلي، ده الفورمال على اصوله بقى. طبعا ده فورمال في فورمال صح؟ البنطلون ده بنطلون كلاسيك بحزام، ده احنا ده مع البنطلون احنا بنعمله بفتحه ومن غير فتحه، بس الفتحه ده بنت السنه دي. يعني انا هي بصراحه انا منزله شكل حلو قوي. حلو قوي. احنا كنا عاملين قبل كده ومكررينه، البنطلون الاورنج ده ممكن تمسكيه، ده فورمال برضو بس الوان مترقعه والوان كل اللون بتاع ميرفت ده. ده برضو لا مش بنطلون. ده برضو رجله واسعه بس نازل على واسع ورجله فيها فتحه، فاحنا عملنا نفس الفكره السنه دي بس في الفورمال، وعاملينه على فكره مش اسود بس، احنا عاملين اسود وازرق الرويال بلو. أيوة. وعاملين الاحمر. تقولوا لك ازاي؟ وعاملين فوشيا وعاملين اخضر، يعني عاملين كل الوان الفواتح في البنطلون. طيب خلينا اتكلم معاكي في حاجه مهمه جدا بخصوص البنطلونات الفواتح، وزي ما انت عارفه ان زي ما احنا بنقول ان اجسامنا شويه بتبقى مليانه مثلا، خصوصا بعد خروجنا لسه هقول الكلام ده. فالقماشه اللي انت بتختاريها عشان ما يبانش تفاصيل الجسم، او ما يبانش ان الجسم مليان، او ما يبانش ملامح مثلا احنا مش حابين انها تكون موجوده، خاصه ان احنا بننزل بيه الشغل. بالظبط، انا مختار الخامات اللي بتبقى فضفاضه شويه مديه وسع، يعني مثلا اللي هي لابساه ده خامه اسمها روزالين. الخامه دي بتكون ناعمه قوي على الجسم، مش بتحرر وفي نفس الوقت مش بتلزق نهائيا. تمام. الخامه الثانيه اللي انا عامله بيها البنطلون الثاني ده اسمها سكوبا، برده بتلاقيها تحس انها يعني بتداري عيوب الجسم مثلا، بتبرد شويه كده، يعني فيها نسبه بروده شويه كده. انها بس ده مش ستريتش يا مورا شويه؟ ده يفسر الجسم شويه. ده مقاس ميديوم، هو يمكن انت شايفاه صغنن. اوكي. مع اللون مثلا لو غامق شويه مع مقاس اكبر هتلاقيه تمام. طب احنا عايزه اشوف البليزر، حاسه ان هو فيه زراير وشكل مختلف من الجنب مش شكل. متعودين عليه شكل الزراير بالظبط. ده تصميمك انت برده يا مدرسه؟ وعاملينه برده كل الالوان، مش بس اسود، عاملينه اسود وعاملينه اخضر وعاملين بيبي بلو، سوري بقى ما فيش رويال بلو. وعاملين اصفر وعاملين بيج، يعني عاملين كل الدرجات اللي ينفع تناسب تكون. بس الاحمر برضو انا يعني وعاملين احمر. الاحمر اصل موضه قوي برضو في الصيف ده. انا كنت ناسي ايه. فشفتي بقى. ايوه عاملين البنطلون والجاكيت، بس احنا بنبيع كل بيس لوحدها مش بنلزمك تشتري ست. طب نشوف الموديل اللي بعدها.
الجينز طبعا في لبساه على الجينز بقى. الجينز موضه قوي قوي في الصيف ده كمان، بس الجينز والاخضر بحسهم ان هم اصحاب قوي، يعني دايما بيليقوا على بعض. احنا ملبسين جينز والبليزر لون فاتح بما ان هو طالع قوي موضه. انا اخترت بصراحه اكتر لونين، اللون اللي هو الناس كلها بتدور عليه الاسود، يعني ما اقدرش ابدا استغنى عنه مهما طلع الالوان ومهما طلع ده ملك الالوان ما ينفعش. وقلت اطلع لون كده مفرقع شويه. هو انا حاسه اصلا ان البليزر يعني الموديل اللي كانت قبليها كانت طويله ورفيعه شويه، هنا عندنا يعني ممكن تكون اقصر منها واملى شويه بالزبط. بس شايفه ان هو لايق على الاثنين، فدي حاجه حلوه. لامم الجسم، لسه في مقاسين تاني فوق دول، لسه في مقاسين تاني، فمهما كان احنا بنلبس كويس قوي السايزز الكبيره، انا مش بقدر يعني اخلي حد يبقى داخل مقاسه مش يعني مش هلاقي مقاسي صح ولا لا، هتلاقي احلى حاجه مقاسك. طب انا عايزه برضو بمناسبه يعني الجينز، هو في لون ما ينفعش اقول ان انا ينفع البسه مع الجينز يعني، ولا الجينز ده كومن مع كل الالوان؟ لا الجينز كومن بصراحه، وفي الوان كمان دلوقتي الصيف طالع الجينز الفاتح زي زمان لما كان التلجي، يمكن ده اتنسى خالص من فتره من الفترات. صحيح. طالع يعني انا عندي بناطيل شارلستون تلجي، يعني دي حاجه كانت الناس مستغرباها، بس لما اتقاس لا بصراحه هو كان جميل. فاحنا يعني انا بجيب برده كل حاجه، الجينز الغامق، الجينز حتى كمان الكاتنج اللي في الجينز ده تحتيها بطانه. هو الجينز ده من عندك انت يا مورا برده؟ تحتيها بطانه. طب ده انت بتعمليه ولا بتستورديه؟ لا ده من هنا بس مصنع سوري، يعني انا بحب اكتر الجينز يخرج من مصانع سوري. فده تلاقيه ده ايه اللي بيميز شاطرين قوي شاطرين صراحه شاطرين لا يعني تلبسهم مميز جدا. يعني حضرتك بتشوفي ان الماتيريال ولا الكات بتاعها الاثنين ومع التجربه يعني احنا برضو بقعد اجرب كذا حاجه، ولما بلاقي حاجه مناسبه بكمل، يعني عشان برضو انا ما اخسرش عميل قدامي تلبيس مش احسن حاجه، وفي نفس الوقت اجيب له الحاجه اللي تبقى حلوه عليه ما تبينش اي حاجه. لا بس الكات تحفه بتاع الجينز بصراحه. انا ما اتخيلش انت تقولي ان هو يعني موجود هنا في مصر، انا بقول لك بتستورديه، يعني حاسه ان هو حاجه لا هو شكلها مختلف.